السلام عليكم طلاب الصف الثالث، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة المراجعة الأخيرة لمادة اللغة العربية لمادة امتحان نهائي سنقوم بمراجعة الدروس معا لنركز. تم مراجعة قبل القواعد الأساسية المطلوبة منكم، طبعا هي القواعد المطلوبة منكم لكم تركزوا عليها في الدروس جميعها. الآن نمسك طبعا نركز أهم الدروس. نيجي هون حكينا لكم مش داخل عندي هذا الشيء، باجي هون برضو ما عندي معاني. بدنا طبعا القواعد تم مراجعتها من قبل، طبعا حكينا لكم القواعد داخلة في جميع الدروس. أيضا المخترع الصغير مش داخل معاي المعاني، القواعد طبعا تم مراجعتها من قبل. إيش القواعد اللي تركزوا عليها؟ أهم القواعد إن نركز عليها. بس طبعا أيضا هون المعاني مش داخلة، بمشي عليها مرور سريع. برضو القواعد تم مراجعتها من قبل، دي الفيديو قبل يومين تم عرضه. أيضا الذهب والتراب ما عندي إلا القواعد اللي أركز عليها فقط، تم المحادثة عنها في فيديو المراجعة أيضا اللي بخص القواعد. نيجي الآن للغذاء المتوازن. الغذاء المتوازن نبلش فيه ندرس الأسئلة طبعا حسب إيش. مثلا ما الغذاء المتوازن؟ إذا أعرف مفهوم الغذاء المتوازن، هو الغذاء أي مثلا الذي يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده الطاقة اللازمة. بدي أتعرف هنا على المعاني، ضروري أدرس المعاني. تمام، كل التمارين راح تكون داخلة في درس الغذاء المتوازن. طبعا بالنسبة للقواعد تم محادثتها، بالنسبة لهذا التمرين لا، حكينا إنه مش داخل. يعني في أشياء ركزنا عليها في الفيديوهات، بكم تراجعوا تحضروا الفيديو فيديو حتى تستذكروا معا أهم المراجعات. أيضا هون القواعد تم المحادثة عنها، لكن أنا إيش بركز؟ أنا هون عملت يعني جميع الوحد، يعني هاي المراجعة لجميع الوحد الكتاب. باجي لأسنان السليمة أيضا براجع فيها مع المعاني والتمارين. هون مثلا عندي جملة استفهامية، هون عندي همزة مد، المعاني بدرسهم بحفظهم بركز عليهم. التمارين عندي هون أيضا، طبعا تم مناقشة القواعد في فيديو خاص للقواعد. بالنسبة لهون مش داخل عندي. طيب باجي لعندي عيسى العوام، الأسئلة هون مهمة، ممكن أسئلك من البطل المسلم الذي مثلا اشتهر بالسباحة؟ عيسى العوام. مات عيسى العوام كيف؟ غرقا. مثلا البلد أو المدينة التي كان يوصل يحمل الأموال والرسائل إلى أي مدينة؟ إلى مدينة عكا إلى آخر. أيضا نركز على المعاني مهم جدا، وعلى الكلمة وضدها مهم جدا في هذه الوحدة. طبعا والتمارين أيضا عندي مهمة، هون حكيت لكم بس بدي تركزوا إنه هون فعل ماضي. هون قاعدة القواعد تم التحدث عنها بشكل مسبق في الوحد في الفيديوهات السابقة. أيضا هون القاعدة مهمة، وهون عندي مهم جدا. أيضا هاي التاء والهاء نركز عليها، هون ما بدنا نركز ولا هاي الأنشطة. هاد نمشي منيجي لننتقل للمركز الصيفي. بالنسبة للمركز الصيفي بدكم تركزوا لي على المعاني، تم التحدث طبعا من قبل، مراجعة كل واحدة طبعا على حدة، لكن هذا الفيديو راح يتم مراجعة جميع الوحد. عندي هون المعاني مثلا الكلمة وضدها بدك تركز عليها، هون عندي قاعدة الجمع التكسير أيضا بدك تركز عليها بشكل مخصص. طبعا تم تحديد، تم مناقشة الفيديو من قبل عن فيديو القواعد، بدكم تركزوا على جميع القواعد هنا بتراجعوا. هون طبعا مش داخل، ننتقل لشعوب من العالم. ايش ممكن اجيب لك؟ مثلا الشعب الذي او شعب الاسكيمو يشبه بيته، مثلا ايها منزل اسكيمو من الخارج ك فراغ، بجيب لك كالسلحفاة ولا الضفدع ولا مثلا البطريق، تعرف انه هي كالسلحفاة. فممكن انا اجيب لك على هذا الدرس هاي الاسئلة. طبعا نركز على المعاني، مهم جدا عندي المعاني، والكلمة المخالفة ايضا مهمة جدا. تم التحدث طبعا، هون ممكن اجيب لك تكملة المعنى. تم التحدث عن القواعد في فيديو المراجعة القواعد من قبل، طبعا بتركزوا عليهم، حكينا وتحدثنا من قبل ان القواعد مهمة جدا داخل جميع القواعد في الكتاب.
تركزوا عليهم. وهي القاعدة مهمة أيضا جدا، تميز بين على بمعنى ارتفع وعلى هون حرف الجر، بدك تميز كتابتها ومعناها. بس لهون امتحاننا طبعا. طبعا هيك احنا رجعنا مادة الامتحان بشكل موسع، وتم التحدث عن القواعد المهمة. هاي هم عندي سأريكم إياهم مرة أخرى، هذا القواعد بكم تركزوا عليهم، راح يجيكم عليهم أسئلة في الامتحان إن شاء الله. بالتوفيق وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.